معانا عبر الهاتف الآن الأستاذ خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور، وبهنيك على إنه الإسماعيلي بدأ رويدا يرجع تاني النادي الإسماعيلي على مستوى الأداء واللاعبين. مشرف ومنور. شكر جدا حاجي ليك والأداء. أشكرك يا فندم، مشرفنا ومنورنا. الإسماعيلي النهاردة تعادل مع النادي الأهلي، وحسيت النهاردة ومش عارف رأيك إيه إنه الفريقين تقاسموا المباراة. الإسماعيلي كان جيد جدا في الشوط الأول والأهلي تحسن في الشوط الثاني، شفت كده ولا ما شفت حاجة تانية؟ والله لا، أنا يعني كنت شايف إن الإسماعيلي أكثر سيطرة طول المباراة، وراح خطيرتين أو ثلاثة في فرصة واحدة للنادي الأهلي. بس يعني أنا يعني على رغم الـ يعني الاستحواذ، لكن يعني الشراسه الهجوميه النادي الاسماعيلي زي ماتش الزمالك برضه سيطرنا على الماتش الكاس، بس الحقيقه الانياب الهجوميه والسيطره الهجوميه قليله شويه، ان شاء الله تتحسن الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن حمزه الجمل كنت لسه بأشيد بيه، عمل اداء رائع جدا مع الاسماعيلي في ظروف في منتهى الصعوبه، في وقت كان الاسماعيلي بيغير فيه اكتر من مدرب، قدر بسرعه الكابتن حمزه الجمل يلم الفرقه ويطلع لنا كمان لعيبه جيدين ما كناش شايفينهم جيدين الفتره اللي فاتت مع النادي الاسماعيلي. ده اكيد انه خامه اللاعبين جيدين. رايك ايه في اللي عمله الكابتن حمزه الجمل؟ جهاز فني محترم اسماعيلاوي قوي جدا، كابتن حمزه وكابتن حمص وكابتن الاهلاوي وكابتن محمد كمان في التدريب، حقيقه جهاز قوي جدا، عمل غير من شكل الاداء وطبعا نجح في المهمه بتاعته الى حد كبير جدا والحمد لله. يعني طيب السؤال اللي بتساله دايما جماهير النادي الاسماعيلي، واكيد حضرتك انت عايش مع جماهير النادي الاسماعيلي وبتتسال كل 3 دقائق على السؤال ده، انه هنعيش نفس الفتره الصعبه دي الموسم اللي جاي؟ هنعيش نفس الظروف الصعبه دي ولا في خطه لتطوير الفريق ودعم الفريق بلاعبين جيدين الفتره اللي جايه؟ طبعا احنا يعني اكيد مفيش كلام ان احنا يعني عايزين نطور فرقه وعايزين دعم الفرقه رغم المشاكل اللي عندنا الماديه ومن الغرامات وايقاف القيد، واحنا دلوقتي بنشوف حلول لحل هذه الازمات سواء عن طريق يعني بعض المؤسسات زي الرياضه عطيه، وفي نفس الوقت احنا كمان هنعمل يعني بنفكر في الموضوع كده ان شاء الله نعلن عنه خلال ايام قليله قادمه، تقدر تدعم النادي الاسماعيلي كويس وتقدر يعني تحل لنا بعض المشاكل الماديه اللي عندنا، ولكن ان شاء الله احنا خطتنا عدم بيع اي حد من اللعيبه الاساسيين ودعم ان شاء الله بلعيبه ان شاء الله نفك القيد وان شاء الله ندعم لعيبه. عدم الاستغناء عن اللاعبين الاساسيين، انا هحدد اسماء: باير محمدي، عبد الرحمن مجدي، احمد مدبولي، في حد فيهم ممكن يمشي؟ ولا واحد من دول هيتباع ان شاء الله. ولا واحد؟ ان شاء الله. طب دول اعمده اساسيه ولا يمكن تعوضهم ولا يمكن الموافقه على بحث. اكيد حضرتك بتسمع عن انباء انه توقعوا الانديه ولو بشكل مبدئي، الكلام ده عندك كلهم؟ كلهم يعني عبد الرحمن وباهر مجددين 5 سنين، كلابي بتقولي لسه في عقده فتره طويله، يعني لسه في لكن مفيش نيه خالص لبيع اي حد من الارقام الاساسيه. طيب ده شيء هايل جدا، عشان احنا دايما نتحدث انه الاسماعيلي لازم يحافظ على اللاعبين المهمين اللي عنده ويدعم بلاعبين اخرين، بس لو حضرتك بتكلمني في ظروف لا علاقه بظروف وازمات ماليه، انت مش احيانا ممكن تبيع لاعب مهم عندك بمبلغ كبير وتبدا تستفيد من فلوسه وتدعم الفريق باكتر من لاعب؟ يعني دي برضو امور تسويقيه ممكن تحصل في العالم كله، مش حاجه تعيب كل الفرق الكبيره بتبيع صحيح، لكن لما يكون عندها البديل الجاهز اللي يقدر يغطي الكلام ده. اتلتيكو مدريد من اكثر فرق في العالم اللي بتبيع لعيبه كويسه، تبقى جابت قبليها البديل وجابت البديل اللي حصل تجانس كمان بينه وبين الفرقه، يعني تقول ما تقدرش تحكم على البديل انه كويس ولا لا بدون لما يندمج مع الفرقه. يعني ونينا والاسماعيلي يعني كان طول عمره شاطر في الموضوع ده يعني صح. لكن احنا الحقيقه يعني ما نقدرش نبيع الارقام الاساسيه ده، ان احنا لسه ما قدرناش نعوض الثلاث لعيبه دول عدد كبار قوي، ما قدرناش نعوض. كابتن حسن عبد ربه مستمر في الجهاز الفني الاسماعيلي الموسم القادم؟ كابتن حسن عبد ربه زي ما بيقولوا كده ايه عمود الصاري بتاع الخيمه اللي هو لا يمكن الاستغناء عنه. كابتن حسن عبد ربه نجم كبير، غير ان هو يعني اثبت هذه الفتره انه دي كوره هايل و يعني جمع الفرقه والنتائج بتاعت الفرقه دي فضل كبير فيها بعد ربنا سبحانه وتعالى والجهاز الفني. صحيح.
استاذ خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ونتمنى دايما التوفيق للنادي الاسماعيلي. نحب نشوف الاسماعيلي تاني ثالث الاهلي والزمالك في صراع الصداره والمنافسه على الصداره، ويكون بعد كده بقى مع البيراميدز وفيوتشر وان شاء الله المصري والاتحاد وكل الانديه تنافس على الصداره. نحب نشوف دايما الاسماعيلي في افضل حال.